سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كي دايره الصحيحه؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالنا ديال اليوم البنات، اليوم تاني فيديو غزال جلبات فنين، وش حاجه اللي طوب، وش حاجه تستاهل البنات لي لايك ديالكم والدعم ديالكم واي حاجه كتعطيونا. نبداو البنات بمشيئه الله. البنات غنعطيكم الكشمير دبل فاس، داكشي اللي بقى فيه صافي وسالينا، ما بقى حتى جلابه. هاد الجلبه اللي انا لابسه البنات راه ديال العام اللي فات، وشوفوا كيفاش باقه، هي هي الثوب، الخدمه كلها هي هي، يعني الثوب راه غزال غزال غزال. وتا الناس اللي خداوه راه شكروه، وصراحه ما كرهتش نعطيه لكل شيء، ولكن راه ما كاينش، ما بقاش. اللي بقى عندنا كله حطيناه للبيع والتباع، الحمد لله، وعليه اقبال لي كبير كبير كبير. قبل ما نبدا لا فيديو، ما تنسينيش من اللايك ومن البارطاج، ومن واحد اللي مازال ما ابونياش تابوني عندي. وقبل ما نبدا لا فيديو، نشرح الناس اللي يلاه داخلين جداد، نقول لهم حنا فين كاينين. حنا كاينين في اقامه الازهر ماجوريل، الشارع الكبير البنات. ملي كتوصلي للازهر كتسولي على الشارع ديال الكوميساريه، الشارع الكبير ديال الكوميساريه اللي كيعطيو فيها لي كارت البنات. كتخلي الكوميساريه على يدك اليمين وكتطلعي نيشان، كتلقينا في اقامه ماجورين. عندنا المحل ديالنا كبير، كاينه البنات البانو مكتوبه فيه مرزوق وسام، داكشي كله باين، يعني ما عندكش فين تلفي نيشان. لا الناس اللي جايين من مرجان، درب السلطان، الاناره، وهادشي غيشدوا لوطوروت البنات، يوصلوا حتى الشركه ديال ريش بوند ويطلعوا عليها نيشان. هذيك هي الطلعه ديال الازهر، وكتطلعي نيشان في داك الشارع، هذاك هو الشارع ديال الكوميساريه. كتفوتي الكوميساريه وكتطلعي نيشان، حتى كتلقاي الاقامه ديال الماجورين والمحل ديالنا على الشارع، ما عندكش فين تلفي. بالنسبه للبيع وهذا، كنعطيكم لي طاي وكنعطيكم كل شيء، ونبداو بمشيئه الله. قبل ما نبدا لا فيديو، ما تنسينيش من اللايك ديالي، ويا الله معايا. نبداو البنات اول جلابه دبل فاس في الجبلي، ها هي البنات غزاله، تخدمت سامبل، تخدم هاد اللوين غزال، هادي جات فنيونه، تخدمت سامبل. نوريكم الخديمه، رقيقه غزاله. خدمنا لها العبارات 61 في الكتاف، ماركه سلام ويلي ويلي، 61 في الكتاف، 50 في طول الكم، 32 في الصدر، و 33 ونص في الهونش، والطول مترو 39. شتوها الثمن ديالها البنات دايره 550. بالنسبه للناس اللي ديجا تعاملوا معنا وخداو من عندنا وعندهم نيميرو الكونت الاولاني، ما بقاش عندنا البنات، بدلنا الكونت، درنا كونت جديد في نفس لا بنك تجاري وفا بنك، يعني قبل ما تفيرسي تواصلي معايا نعطيك الكونت الثاني. شتو البنات، ها هي فيها افتحات في جناب وزوينه البنات، فنه. غنقول لكم اشنو اللي بقى عندي في الدبل فاس، بقاو عندي غير هاد جوج جليبات. كاينه هادي حتى هي، هادي البنات حتى هي جبليه، هذا راه بحال البلو موف، بحال تخدم بهاد السومو هذا اللي لداخل. شتو البنات، نفس اللون اللي عندكم في الكاميرا راه هو نفسه، يعني عاطيه اللون ديالها بالضبط. شتو الخديمه غزاله غزاله غزاله. العبارات 64 في الكتاف، 49 في طولكم، 34 ونص في الصدر، و 35 ونص في العنش، والطول مترو 40. طاي كبيره البنات، الثمن ديالها البنات دايره 550. اللي زوين في هذا الكشمير دبل فاس هو انه سخون وميمطو، ماشي واقف، يعني ماشي مخشخش ولا هذا، بالعكس اللبسه ديالو زوينه وفنه. نسالينا دابا دبل فاس، غنبداو معكم في جليل بات رومي لي كارون، الشانيل، هادشي اللي غنبداو فيها البنات. شي حاجه ثاني زوينه وغنوريكم الا بقى البنات واحد وحده، بقى هادي هي اللي بقات حتى هي في الدبل فاس، اللي جات بهاد الخدمه هادي، جات فنه، تخدمت بجوج الالوان. هنايا خدمنا باللون اللي لداخل، درنا بحال شكل الخراط من القدام، جات غزاله اللبسه ديالها، ودرنا لها الكميمات، جات فنيونه. شتوها بالنسبه للعبارات، عندنا في الكتاف 41، 58 في طولكم، عندنا في الصدر 31، وعندنا في ليهونش 33، والطول البنات مترو 40. شتوها
كتجي زوينه فنه في البيسه وفي كل شيء. البنات وبينا هذه عندي جوج بياسات بقاو ليا في الكافيار في الشونطو صافي، هادو هما اللي بقاو صافي صافي. كاينه البنات هذه اللي فيها 40 في الكتاف، الشونطو خطير. شوفوا البنات الشونطو خطير خطير خطير. شوفوا الكافيار اللي خدمنا ليه، جات الخديمه زوينه متيوله. شوفوا العبارات البنات، 40 في الكتاف، 55 في طولكم، 28 البنات في الصدر، و 31 في ليهونش، الطول البنات متر 39. هذه البنات حضاريه هي كتجي في نيونه، شفتوها غزاله وكاينه بحالها ولكن جبليه، شفتوها جبليه غزاله هذه تانية، واللون خطير البنات في نيونه. العبارات ديال هذه 61 في الكتاف، 48 في طولكم، 31.5 في الصدر، 32.5 في ليهونش، والطول متر 37. كتجي زوينه في البيسه وما دايرهاش. وعندي واحد الكافيار بقات حبه وحده في الشونطو، شوفوا البنات هاد لو فيغ غزال، شوفوا الكافيار اللي خدمنا فيه غزال، دخلنا فيه لو موف البرونز، واحد لو فيغ واحد لو موف، موف بارد وموف مغلوق، فيغ مغلوق، جات غزاله فنه. وهاد اللوين اصلا خطيره البنات، شفتوها غزاله غزاله فنيونه. شوفوا الخديمه نقربكم منها تشوفوها، كتجي غزاله. العبارات ديالها 42 في الكتاف، 61 في طولكم، 29.5 في الصدر، و 32.5 في ليهونش، والطول متر 36. سكريني ودوزي عندي الواتساب ومرحبا. الناس اللي كيسولوني على جلابه ديال السولد في السلان بقات وحده، هذه كانت غابره لينا ما وريناهاش لكم، انا غنوريها لكم. ها هي البنات غزاله وجبليه وفي التوب شونطو، واللي تسولد ب 800 درهم، وهما نورمالمون الخدمه ديالهم دايره 800 درهم. شوفوا البنات شحال حلوه غزاله فنيونه فنيونه فنيونه، بالصحه والراحه لاي وحده غتاخذها. العبارات 62.5 في الكتاف جبليه، 48 في طولكم، 32.5 في الصدر، 33.5 في ليهونش، والطول متر 36. غزاله هذه وفنيونه. جاوا قام وهادو البنات بقاو فيهم بجوج حبات صافي. التونسي كيطير البنات، شوفوا التونسي كيداير، هذا اللون ديالو البنات غريسوري كيجي واعر، دخلت فيه هاد اللوينات شوفوا كي جات واعره. اللي حطيت هذاك في لا فيديو تباعت، هادو جوج يلاه يلاه وجدوا ليا. هادي البنات جبليه، 64 في الكتاف، 51 في طولكم، 30 في الصدر، 31 في ليهونش، والطول متر 37. ثمن البنات دايرين 900 درهم. شوفوا شوفوا الخديمه كي دايره محبوكه البنات غزاله، شوفوا الطريزه كي دايره غزاله غزاله غزاله. المليفه البنات تاج خطيره غزاله، سخونه ولكن ام مفطور طيبه وطايحه بحال لابسه مليفه عادي، ولكن هذه سخونه غزاله. كاينه هذه، هذه نقولوا لها رقم واحد، وهذه نقولوا لها البنات رقم جوج، ولكن مختلفين في الالوان. هذه مشيت بالصابلي وبالديكرادي ديالو الكري، وجا واعر، جا هاد الميلونج فن، شفتوها غزاله غزاله. العبارات ديال هادي البنات، هادي 61 في الكتاف، 49 في طولكم، 32 البنات في الصدر، و 34 في ليهونش، والطول متر 38. كاينه هادي البنات مليفه لولا غزاله غزاله غزاله، هادي البنات الخدمه ديالها فنه، تخدمت غير الكميمات طرزو، جات غزاله، خدمنا فيها الموف السومون الفيغ، جات فنيونه فيها البنات افتحه القدام. العبارات ديالها البنات درنا لها قطيب لون واحد، خلاص باللوينات ديالكم شفتوها. العبارات ديالها 41 في الكتاف، 62 في طولكم،
30 في الصدر و 33 في ليهونش، والطول كتوصل حتى المتر و 42. غزاله فنيونه فنيونه، الثمن ديالها دايره 700 درهم. هذا ما كان الفيديو ديال اليوم، حطيت لكم غير هاد الجلابات حيت فيما كنبغي نجمع الجلالب ونحط لكم لا فيديو. كيتباعوا كيتباعوا من المحل، خديمه زوينه 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 الصراحه، واش حاجه لي طوب. نتمنى ما تنساوناش من لي لايك وتعطيونا لي لايك باش هكا لي فيديو ديالنا يتشافوا اكثر واكثر. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، شكرا على الوفاء للقناه، شكرا على التتبع، شكرا على اي حاجه، ولا لي خطيكم وفيديو جاي ان شاء الله. باي باي. الا كنتو باغيين القفاطن، عندنا البنات القفاطن ديال الكريب غزالين، ندير لكم فيهم فيديو البيع، خليو لي لي كومونتير لتحت ومرحبا وباي باي باي باي.